ابو الله. انت وصال عند مأمون بيه خبره له وللشيخ عبد العليم. حاضر. سيد عصام. خير شو في؟ ابو جودة طالبك انت ورجال الحارة. شو بده؟ ما بعرف. ايوه. وصال عند خالي ابو قاسم على الحمام خبره وانا بخبر بقية رجال الحارة. بس بسرعة. ايوه. شو بده ها؟ بس ما يكون في شيء مصيبة من وراك يا ابو جودة. يلا جيتك. احترامي سيدي. رجعته. ابساطور على الكراكون يا ابني. رجعناه سيدي. وين عضلات حارة الطبع؟ ليكن جايين ورانا. خير يا جماعة، خير يا أبو جودة، خير شوفي. أهلين مأمون بيك. أهلين شيخي. عدم المؤاخذة منكم ما تؤاخذونا عذبناكم بالجي لهو، بس الموضوع ضروري ومهم كتير. خير أبو جودة، حرقت لنا أعصابنا. لو سمحتوا يا جماعة، بدنا واحد منكم ينزل على القبر ويتعرف على الجسة. هذا مو خالي يا ابو شهاب، مو خالي، مو